بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأحباء، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. من لحظات قليلة تقدم الأستاذ المحامي أشرف نبيل بمذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإعدام المجرم والسفاح محمد عادل، لسه من لحظات قليلة، من دقائق. وبعد ما تقدم بهذه المذكرة، لما خرج طبعا من المحكمة، طبعا الصحفيين اتلموا حواليه وأدلى بتصريح مقتطف جدا ومختصر جدا، يعني عزة في البداية أهل نيرة، معرفش إزاي يعني، وهو بيترافع أو سوف يترافع عن قاتلها، ولكن طبعا ده أمر دبلوماسي طبعا لازم أن يقول كده. وبعد كده أطلق مفاجأة فيما يخص موضوع النقد. نشوف مع بعض كده هو قال إيه، لأن الكلام اللي قاله بصراحة من وجهة نظري مستفز جدا، وأعتقد أنه هو هيصيب حضراتكم أيضا بالاستفزاز. ونرجع نعلق على هذا الكلام مع بعض. انت ايه السكريبت اللي حسيت ان النقد اللي انت قدمتها النهارده للمحكمه؟ طب حسب ما تجيبليش من ورا. اولا طبعا احنا بنقدم تعازيم خالص اعزائنا ومواساتنا في وفاه المرحومه رحمه الله عليها المديره اشرف، وتغمد الله بواسع رحمته والهم زاويها واهلها الصبر والسلوان. اما بالنسبه للقضيه نفسها والحكم، اللي احنا طعنا على الحكم، درست القضيه، درست حيثيات كتبت بعناية فائقة وبعد مراجعات قانونية دقيقة، إلا أنها لم تسلم من الأخطاء من 11 خطأ. حضرتك بتتكلم إن في 3 ثواني 11 خطأ قانوني، 11 خطأ قانوني وقعت فيها أسباب الحكم، مما تؤدي إلى بطلانا مطلقا بما يكون نقضه واجب. ايه الموضوع بتاع 3 ثواني يا معالي المستشار؟ لا شفنا مع بعض اللقاء السريع اللي عمله الاستاذ اشرف نبيل خارج المحكمه بعد ما تقدم بمذكره الطعن بالنقد. وزي ما شفتوا حضراتكم، هو بدأ الكلام مع الصحفيين اللي كانوا بيسألوه بأن هو تقدم بواجب العزاء لأهل النيرة، وزي ما أنا قلت لكم بالنسبة لي ده أمر غريب جدا ومريب. هو طبعا موضوع دبلوماسي طبعا لازم يقول كده، مش هيقول طبعا يعني مش هيدعي عليها طبعا يعني، ولكن هو طبعا تقدم بواجب العزاء رغم أنه هو بيدافع عن القاتل، ودي ده نوع يعني يبان لأي شخص أنه هو شيزوفرينيا في صنف الشخصية. إزاي أنت بتدافع عن القاتل السفاح اللي أهدر دمها ودبحها وموتها وأسكنها المقابر، وفي نفس الوقت بتطلب ليها الرحمة؟ ولكن طبعا دي شيء وده شيء، وزي ما أنا قلت لحضراتكم ده بيعتبر أمر دبلوماسي. ونيجي بعد كده للشق الأهم والمفاجأة اللي أطلقها الأستاذ أشرف نبيل، إنه قال إن مذكرة الطعن بالنقد بعد دراسة الحكم وحيثياته ومحاضر الجلسات والقصة دي كلها، قدر إن هو يتوصل إلى 11 سبب لنقد الحكم أو ل يعني إعادة لتقديم الطعن بالنقد، واللي ممكن يستتبع بعد كده إعادة محاكمة المجرم محمد عادل مرة تانية. زي ما قلت لحضراتكم، محكمة النقد لها هيكون حكمها حاجتين مالهمش تالت. لما تتقدم مذكرة الطعن بالنقد دي ليها وتبدأ اللي هي تنظر في الموضوع، طبعا هي هتشوف الأسباب اللي الأستاذ أشرف ذكرها في مذكرة الطعن بالنقد، ال 11 سبب دول. إذا اقتنعت بسبب منهم أو بمجموعة أسباب، يعني من سبب لمجموعة أسباب أو بال 11 على بعض أي مكان، ففي هذه الحالة هتقضي محكمة النقد بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة محاكمة المجرم محمد عادل مرة تانية. يبقى الموضوع يرجع مرة تانية، وزي ما قلت لحضراتكم انه وفقا للتعديل الجديد مش هيعاد محاكمته امام دايرة جنايات اخرى، ولكن محكمة النقض هي اللي هتنظر القضية مباشرة، وده تسهيلا وتسريعا للاجراءات. ولكن ممكن محكمة النقض يعني ما تقبلش الاسباب اللي قالها الاستاذ اشرف، يعني ممكن محكمه النقض تقول لا الحكم تمام وهيصير تمام ومحاضر الجلسات تمام مفيش اي مشكله، وكل الاسباب اللي انت ذكرتها يا استاذ اشرف احنا مش هنقبلها. وفي هذه الحاله بتؤيد محكمه النقض الحكم الصادر محكمه الجنايات المنصوره، ويصبح كده الحكم نهائي واجب النفاذ، وينتظر محمد عادل مصيره المحتوم ان شاء الله، وده اللي هيحصل. طيب لو قبلت محكمه النقض الطعن، يعني اقتنعت بسبب او مجموعه اسباب اللي موجودين، هل ده معناه ان محمد عادل هيطلع براءه او هيخفف الحكم؟ لا طبعا، عادي ممكن تحكم عليه بالاعدام مره ثانيه، محكمه النقض تحكم عليه بالاعدام مره ثانيه او تقضي باعدامه مره ثانيه، وفي هذه الحاله يبقى خلاص كده الموضوع انتهى. طيب
الاسباب اللي قالها الاستاذ اشرف طبعا هو ما قالش اسباب، هو طبعا زميله تحرك وحب ان هو يعمل جو كده من التشويق والاثاره، زي ما قلت هو ترحم على نيره وقدم واجب العزاء لاهلها، وزي ما قلت لكم ده امر دبلوماسي، وفي نفس الوقت اتكلم كده بشكل فيه نوع من التشويق عن ال 11 سبب. يعني كان واضح جدا من طريقته ان هو بيحاول ان هو يشوق الراي العام، الراي العام يبقى متشوق لمعرفه هذه الاسباب. وطبعا انا كنت متاكد انه حتى لو قال ان في اسباب مش هيذكرها طبعا، لان المفروض دي سر لغايه دلوقتي. ولكن طبعا بالنسبه لي محامي نيره الاستاذ خالد الرحمن طبعا هو طبعا اكيد هيطلع على هذه الاسباب، وممكن بعد كده هو يطلع يقولها لنا ونفندها بقى، هو يفندها وانا برضك ممكن اللي انا افندها لحضراتكم. ولكن طبعا الاستاذ خالد طبعا عنده يعني الموضوع معاه، وطبعا هو من حقه ان هو يعمل حاجه زي كده، ولازم ان هو يطلع على المذكره اللي قدمها الاستاذ اشرف. يعني الموضوع برمته انا شايف ان هو عبثي، انا من وجهه نظري الموضوع عبثي. الاستاذ اشرف زي ما انا شفته وزي ما حضراتكم شفته واضح طبعا، هو طبعا من كبار المحامين، واضح طبعا ان هو يعني محامي تقيل زي ما بتقال كده باللفظ الدارج يعني، وبيتقاضى اتعاب بالملايين. وزي ما احنا عرفنا وقدمت لحضراتكم فيديو قبل كده ان في اسره هي اللي دفعت ال 3 مليون جنيه اتعاب الاستاذ اشرف، لان هو قال انا ما بشتغلش من غير فلوس، هو راجل صريح وواضح وقال انا بشتغل بالفلوس، ادوني فلوس اشتغل، مفيش فلوس خلاص. وبالتالي هذه الأسرة دفعت 3 مليون جنيه، وأنا تساءلت ولازلت بتساءل ليه يتم دفع هذه الملايين لإنقاذ قاتل من حبل مشنقة. احنا بننقذش واحد يعني عمل عظيم لهذا الوطن، او راجل مثلا في سجون الاحتلال الاسرائيلي مثلا عاوزين نطلعه او نفتديه، او في جماعات ارهابيه ماسكاه وعاوزين مثلا، يعني احنا ما بنحاولش ان احنا نفتدي شخص مهم او شخص عمل عظيم لهذا الوطن. ده قاتل، يعني الخلاص منه امر شرعي اصلا، يعني الخلاص من هذا المجرم محمد عادل السفاح الخسيس الحقير الدنيء ده امر شرعي اصلا. ده واحد قتل واحدة ودبحها على مرأة ومسمع من الجميع. يا جماعة لو تعلموا ان من كتر ما كان بيطعنها، من كتر الطعنات اللي هو سددها لها، النصل بتاع السكينة اتكسر. انتوا متخيلين حجم الغل والكراهية وحجم الاجرام اللي هذا المجرم كان فيه عامل ازاي؟ اللي بيقولوا اللي طبعا الخزعبلات طبعا طلعت ده ما ماتتش، ده ماتت في المستشفى، ده في حد قتلها وما بينقلوها، ده اللي اندفنت مخدة، كل الهبل ده كله يعني معلش كده يتشال كده يتحط في صندوق معلش او في كيس ويترمي في اول مقلب للنفايات. يعني كل الكلام ده كله كلام فارغ، والناس اللي طالعه عماله تهجس وتهبل دول هدفهم بس ان هم يعملوا بلبله واثاره ويعملوا حاجه جديده عشان تجيلهم مشاهدات ومش عارف ايه، لكن طبعا ده كله كلام فارغ، يعني كل ده كلام فارغ. ومعرفش ازاي في ناس اصلا بتقتنع بالكلام ده وتقعد تتفرج على هؤلاء المعاتيه والمجانين اللي انتوا عارفينهم، طبعا هم مجموعه كده يقعدوا على الاصابع الايد يعني. ف يعني شفنا حجم الاجرام اللي عمله هذا المجرم الحقير السفاح محمد عادل، لدرجه بقول لحضراتكم يعني من كتر الطعن نصل السكينه، السكينه يا جماعه انكسرت من كتر الطعن. انتوا متخيلين، انتوا متخيلين حجم الاجرام وحجم الخسه اللي عند هذا المجرم، ولما بدا يطعنها طعنها من ظهرها بعد ما نزلت وجت واقفة طعنها من ظهرها، يعني في خيانه، يعني كل معاني السفاله موجوده عند هذا المجرم اللي هو يستحق الاعدام. واحد ازهق روح وربنا سبحانه وتعالى قال من قتل يقتل، يعني ولكم في القصاص حياه لاولي الالباب، يعني ده واحد المفروض يتقتل، واحد المفروض يعدم، ده شرع ربنا، ده حكم ربنا. اي حد يقول غير كده ما تسمعلوش، اي حد يقول غير كده الكلام ده غير شرعي وغير قانوني، غير شرعي في البدايه وغير قانوني بعد كده. اي حد يقول هذا الكلام، ولكن طبعا للاسف في خفافيش ظلام كثيرين، وفي ناس عاوز تعمل فتنه، وانا اتكلمت في الموضوع ده كتير وقتلته كلاما وبحثا يعني. فمين بقى اللي دفع 3 مليون جنيه لهذا المحامي المتصيط عشان خاطر يروح يعني بهذا يعني الهيلمان والجاه والعربيه الفارهه والبدله الغاليه، وعشان خاطر يروح يتقدم ومذكره النقد الواحد ملوش 30 لازمه اصلا. يعني عيل ملوش 30 لازمة، يعني ما شفناش حد بيدفع هذا المبلغ عشان خاطر ينقذ حد مهم، او حد مش شرط حد مهم، يعني حد غني، حد مثلا يعني في ناس في من ضمن القصة اللي بتحضرني دلوقتي، في مهندس كان متهم في السعودية، كان متهم في السعودية في قضية جلب مخدرات، وجلب المخدرات في السعودية فيها اعدام على طول،
وهو تم دس هذه الأشرطة المخدرة له في الشنطة بتاعته وثبتت براءته وتم إلقاء القبض على الناس اللي هم عملوا فيه كده. ومع ذلك فضل منتظر حكم الإعدام في السعودية لغاية لما المصريين اللي هناك لموا له فلوس عشان خاطر يطلعوه، وفي نفس الوقت ثبت في مكاتبات حصلت والكلام ده كله، لكن عشان خاطر يطلع براءة، وفعلا الحمد لله تم انقاذه من حبل المشنقة. طب في برضه واقعة تانية، احد المصريين اللي كان او اتنين مصريين كانوا متهمين بارتكاب جريمة قتل في السعودية، ممكن معرفش بقى قتل خطأ ولا ايه، وكان مطلوب دية، والمصريين العاملين في السعودية المملكة العربية السعودية لموا من بعض مبلغ الدية وكان بالملايين لموه. هل مش دول، انا بديكوا نماذج يعني، الناس اللي هم مرميين كده اللي هم ممكن يبقوا ضحايا مظاليم او ضحايا او ارتكبوا حاجة يعني غصب عنهم او بدون ارادة منهم من غير ما يكونوا عاوزين يرتكبوها، مش دول اولى بهذه الاموال؟ يعني مش شفتناش حد راح مطلع الملايين دي وراح مدها لهم، لا بالعكس الناس لمت الفلوس يعني يدا بيد كده من بعض. مشوفناش الاسرة السرية اللي عايزة تفتدي هذا القاتل السفاح محمد عادل وتدفع 3 مليون جنيه عشان خاطر تنقذ رقبته من حبل المشنقة، ما شفناهمش دول مع الناس الغلابة والضحايا اللي بجد بقى اللي الفقر طحن يعني عظمهم ولحمهم، ما شفناش دول بيعملوا كده، ما شفناهمش بيتبرعوا، ما شفناهمش بيدوا، ما شفناهمش بيطلعوا هذه الملايين عشان خاطر ينقذوا الضحايا اللي بجد، الضحايا الناس الغلابة اللي بجد، الناس اللي تستحق ان احنا نقف جنبهم ونساعدهم بجد، اللي هم فعلا ضحايا ظروف اجتماعيه وظروف ماديه قاسيه ادت ان هم ممكن يسكنوا في الشوارع، ممكن مبقوش لاقيين ياكلوا، بيعانوا معاناه شديده. فين بقى دول من الناس الغلابه دول بقى اللي هم مش لاقيين ياكلوا؟ تروحوا تدفعوا 3 مليون جنيه عشان خاطر او اي مكان مبلغ سواء بقى قل او علي او نزل يعني، بس احنا بنتكلم على ملايين تدفعوها لهذا المحامي الكبير المتصير عشان خاطر يروح بهذا الهيلمان وهذا الجاي يتقدم بمذكرة النقض ويقعد يفحص ويبحث عشان خاطر تنجوه من حبل المشنقة. السؤال، من هو صاحب المصلحة في انقاذ محمد عادل من حكم الشرع والقانون؟ هو ده السؤال انا بسأله، احنا عاوزين نعرف بقى، لان احنا النهاردة معلش بقينا عايشين بقى في عصر المؤامرات، عصر المؤامرات، في ناس عاوزة تعمل فتنة في هذا البلد، في ناس عاوزة تعمل فتنة في هذا البلد، عاوزين نعرف مين هما الناس المجهولين دول اللي طلعوا ملايين، ما طلعوش 3 جنيه يا جماعة، اللي طلعوا 3 مليون جنيه عشان خاطر ينجدوا هذا المجرم والسفاح اللي جريمته موثقة ومفيش اي حد في العالم يقدر ينكرها وثبت عليه صوت وصورة وفي 50,000 شاهد عليها، يعني الكلام منتهي، الكلام منتهي، كان المفروض يتعدم بعد ما ارتكب الجريمة بساعة، ده لو في حق وعدل بقى بصراحة يتعدم بعدها بساعة لأنه هو ارتكب الجريمة فعلا. مين بقى اللي عاوز ينقذه من حبل المشنقة؟ هو ده السؤال، احنا عاوزين حد بقى يجاوبنا، مين بقى اللي بيطلع الملايين دي في ظل الظروف اللي احنا فيها دي عشان خاطر يطلع واحد ما يعرفوش، لان طبعا اكيد دول مش قرايبهم ولا يعرفوهم، يعني مين اللي بيطلع مبلغ زي ده عشان خاطر ينجي قاتل مجرم وسفاح من حبل المشنقة ومفيش صلة بينهم هما الاثنين؟ هو ده سؤال عجيب جدا انا مش عارف، وطبعا هيتم التكتب على هذه المعلومة، قالوا اسرة سرية بس وخلاص وعلى كده. يعني فعلا احنا للأسف بقينا في عصر غريب جدا، يعني احنا بنحاول نقنع دلوقتي، بنقول تخيلوا يا جماعة احنا وصلنا لمرحلة اللي احنا بنقول لبعض الناس يا جماعة القاتل ده وحش، يا جماعة القاتل ده حرام، يا جماعة ده محمد عادل ده قتل نير. تخيلوا احنا انا بقنع حد بحاجة هو شافها بعينه، ليه؟ لان في اشخاص تانيين بيعبثوا. خلي بالكوا بقى وخدوا مني الكلام ده وبعد كده نبقى نناقشه، بعد كده اللي دفعوا الملايين دول على صلة وثيقة بكل الناس اللي بتدافع على محمد عن هذا السفاح محمد عادل، كل الفئات، كل الناس اللي هم مجموعة جهنم دول اللي انتوا عارفينهم، اللي هم ماسكين في السوشيال ميديا وشغالين يمين وشمال بيدافعوا عن هذا القاتل والسفاح، هذا المجرم الخسيس اللعين، هم دول على صلة وثيقة باللي بيدفعوا الملايين ده عشان ينجوا، كل دول شلة واحدة. ولا استبعد عن هؤلاء الاشخاص اللي بيدافعوا عن محمد عادل اللي هم على السوشيال ميديا وغيرها في الخفاء انه يكونوا بيتمولوا او بيتم تمويلهم عشان خاطر يطلعوا يقولوا هذا الكلام، ولكن انا متاكد ان في صله ما بتربط ما بين اللي بيدفعوا الملايين عشان خاطر ينجوا رقبته واللي قاعدين ليل ونهار قرفنا ما وراهمش غير محمد عادل ونيره
وطبعا هم مع خلاص بقت وشوشهم معروفه وشوشهم العاكره معروفه. فطبعا زي ما انت حضرتك هو الاستاذ اشرف طبعا حب يعمل جو في البدايه طبعا يعني دبلوماسيا اللي هو يعزي اسره نيره، وبعد كده تشويقيا ان هو يقول 11 سبب للطعن، وبعد الدراسه وبعد المراجعه وبعد ما فحصنا الاوراق ومحصناها ولحسناها والكلام ده كله طلعنا 11 سبب تستوجب ان يقبل النقد وتستوجب نقد الحكم واعاده المحاكمه مره تانية. وهو بيقول كده طبعا عشان خاطر يعني يطمن بقى اللي هم احباء محمد عادل المؤيدين للدم لعنه الله عليهم، ربنا يحشرهم جميعا مع بعض في الدرك الاسفل من جهنم. ولكن احب اطمنكم ان شاء الله حتى لو كان في خطا قانوني ايا ما كان، لو قد كده من اسباب الطعن اللي قدمها الاستاذ ال 11 سبب اللي ذكرهم الاستاذ اشرف، فحتى لو محكمه النقد قبلت الطعن ده مش معناه ان حبيبكم وبطلكم البطل اللي ان شاء الله يعني يتم او يعني ربنا يوعدكم ابطال زيه يعملوا فيكم زي ما عمل في نير رحمه الله عليه عشان تعرفوا ان الله حق، يعني ده مش معناه ان البطل بتاعكم هذا المجرم القذر هيطلع براءه، بالعكس يعني ده ممكن محكمه النقض عادي جدا تقبل الطعن عشان في اجراء معين خطا في القانون مش عارف ايه الكلام ده كله، لكن ده مش معناه ان هو ما ارتكبش الجريمه. يعني لب الموضوع ده مش معناه محكمه النقض هتحاكم الحكم، اه في خطا قانوني هنا، في مش عارف حاجه هنا زي ما قلت لكم الدفاع ما خدش حقه ومش عارف زي الحاجات القانونيه دي، ولكن بعد كده محكمه النقض الجريمه دي وقعت خلاص، محكمه خلاص تلافينا قبلنا النقض يا عم بتاعك، اه تعالى يا عم محمد انت قتلتها، اه طب خلاص اعدام يلا تاني خلاص الجريمه وقعت يا جماعه. للاسف الناس اللي بتتكلم بتحاول توضح لكم ان قبول النقض ده يعني خلاص ان هو طالع براءه، يعني ممكن طبعا في حالات يتم قبول النقد ويعاد تعاد محاكمته مره تانية ويصدر حكم مخفف، ما بقولش لا، ولكن انا بتكلم على حاله هذا المجرم السفاح محمد عادل، ان في هذه الحاله مش معنى قبول النقد حتى لو تم قبوله، يعني لو في سبب او مجموعه اسباب محكمه النقد اقتنعت بيها وقبلت النقد واعادت محاكمته مره تانية مش معناه انه يطلع براءه، لان محكمه النقد خلاص نقضت الحكم، ولكن محمد عادل محكمه النقد تبدا تنظر في وقائع القضيه نفسها، وهو قتل نيره متصوره الموضوع صوت وصوره على مرأة ومسمع الجميع، وفي يعني شو مصر العالم كله شاهد على هذه الجريمه. لو جابوا اي حد اقول لهم انا شاهد على هذه الجريمه. نشوف الايام الجايه هتقل يعني ايه اللي هيحصل ان شاء الله. ويعني انا من خلال هذا الفيديو احب ان انا اقول يعني ربنا ينتقم ربنا ينتقم، ومعلش انا بختم الفيديو بدعاء ربنا ينتقم من كل من يحاول ان يعطل شرع الله او يحول دون تطبيقه، وربنا ينتقم من كل من يريد احداث فتنة داخل هذا البلد، وربنا ينتقم من كل واحد خرج جنيه لانقاذ هذا السفاح من حبل المشنقة، ربنا ينتقم منه، لان هذه الفلوس انا اغلب الظن انها فلوس ملوثة فلوس ملوثة، مفيش حد هيطلع هذه المبالغ الكبيرة أو الضخمة عشان خاطر يفتدي قاتل عيل ما يسواش حتى التراب اللي احنا بندوس عليه، عيل ما يسواش التراب اللي احنا بندوس عليه. المعلومة كده خلاص أظن وصلت لحضراتكم. الأستاذ أشرف تقدم بمذكرة الطعن بالنقد وقال إن في 11 سبب للطعن على الحكم، ويعني هو كان بيتكلم بثقة شديدة وكان واضح يعني من كلامه ان هو عنده حالة من الانتشاء كده، وقال ان لازم هيتم قبول الطعن بالنقد. هنشوف لسه الايام الجاية هتحمل لنا ايه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.